صباح الخير وأهلا بيكم في فيديو جديد من قناة حبة إيجيبتولوجي. مكملين دروسنا في اللغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليفي، والنهاردة درسنا عن الضمائر. والضمائر اللي هنتعرف عليها النهاردة هي الضمائر المستقلة أو الـ Independent Pronouns. إيه حكاية بقى الضمائر المستقلة؟ عارفين لما كنا بنشوف أي مسلسل تاريخي بيتكلم باللغة العربية الفصحى ويلاقي المتحدث بيقول إنني من تسببت في هذا، إنك من فعلت بنا ذلك، أنتم من أوقعتمونا في هذا. هي دي ببساطة الضمائر المستقلة، والمصري القديم كان عنده نفس فكرة الضمائر دي بس طبعا بنطق مختلف، يعني نقدر نقول عليها إنها ضمائر مستقلة بنفسها ولا تعتمد على أي كلمة في الجملة اللي جاية فيها. ويلا بينا دلوقتي نتعرف على الضمائر المستقلة عند المصري القديم. أول ضمير هو ضمير المتكلم للمذكر والمؤنث إنني، اللي هو إينك. إينك وبيكتب بالأشكال اللي قدامنا دي على الشاشة. وهناخد بالنا من نقطة هنا، إن مخصص الرجل الجالس في ضمير إينك بيتغير وفقا للمتحدث، يعني لو المتحدث ست هيكون المخصص سيدة جالسة، ولو ملك فهيكون بمخصص الملك الجالس، ولو إله مثلا اللي بيتكلم فهنلاقي المخصص برمز الصقر على حامل، وهكذا. يبقى إينك إنني، نتك إنك، ضمير المخاطب للمفرد المذكر. نتس أو نتت إنك، ضمير المخاطب المفرد المؤنث. وأحيانا في بعض الأوقات تم استخدام ضمير بينطق سوت أو توت بمعنى إنك أو إنك، يعني تم استخدام الكلمة دي اللي هي سوت أو بتتنطق توت، تم استخدامها كضمير مخاطب للمذكر والمؤنث. نتف إنه، ضمير الغائب المفرد المذكر. نتس إنها، ضمير الغائب المفرد المؤنث. وأحيانا تم استخدام كلمة اللي هي سوت كضمير بمعنى إنه أو إنها، يعني تم استخدامها برضو كضمير للغائب المفرد المذكر والمؤنث. إينن إننا، ضمير المتكلم الجمع بنوعيه للمذكر والمؤنث، يعني كلمة واحدة ضمير واحد بيجي للمذكر أو المؤنث. إينن إننا. نتسن أو نتن، إنكم أو إنكن، ضمير المخاطب الجمع بنوعيه للمذكر والمؤنث. نتسن أو نتن، بتنطق نتسن أو نتن. نتسن إنهم أو إنهن، ضمير الغائب الجمع بنوعيه المذكر والمؤنث، بتنطق نتسن. يبقى تاني الضمائر المستقلة، إينك نتك نتس نتف نتس إينن نتسن نتسن. كده احنا تعرفنا على الضمائر المستقلة، تعالوا دلوقتي بقى نشوف استخدامها في الجمل ازاي كان المصري القديم بيستخدمها. من دراسة النصوص المصرية القديمة لقينا ان الضمائر المستقلة دي غالبا بتيجي دايما في بداية الجمل، وظهرت في الحالات دي: واحد، كمبتدأ في جملة اسمية بخبر اسمي. وشرح الجملة الاسمية والخبر لسه هناخده في الدروس اللي جاية ان شاء الله. المهم دلوقتي ان الضمائر المستقلة دي بتيجي كمبتدأ لخبر نوعه انه خبر جملة اسمية، والمبتدأ ببساطة هو ما يبدأ الكلام به، وهو الكلمة التي تجعل سامعها يتنبه لما بعدها، اللي هو الخبر اللي جاي بعدها. يعني مثال: نتف صائس إنه ابنها. نتف إنه ضمير مستقل بيعبر عن المبتدأ، جاي هنا كمبتدأ، وصائس ابنها خبر جملة اسمية. مثال تاني: سوت نبقي إنك سيدي. سوت نبقي، ظهرت سوت اللي قلنا إنها أوقات بتظهر محل نتك ونتس بمعنى إنك أو إنك، وجاي هنا بتعبر عن المبتدأ بمعنى إنك، ثم سيدي نبقي خبر جملة اسمية. الحالة التانية اللي بتيجي فيها الضمائر المستقلة هي انها تكون برضو مبتدأ بس مع خبر وصفي، وده بيحصل بس مع ضمير المتكلم. مثال: انك افع انني طماع. انك انني، ضمير المتكلم المفرد هنا جاية كمبتدأ، افع طماع او شره هو خبر وصفي. تالت استخدام للضمائر المستقلة إنها بتيجي برضو كمبتدأ في نوع من الجمل الإسمية اللي خبرها اسم فاعل، واسم الفاعل هو اسم مشتق من الفعل المبني للمعلوم بيدل على من قام بالفعل، زي عامل هو اسم فاعل مشتق من الفعل عامل. مثال بقى عند المصري القديم: نتك ريدي إسي تو تاي إي شريت.
إنك الجاعل أن تؤخذ صغيرتي نتك ريدي إسي تو تاي إي شريد. المبتدأ هنا نتك بمعنى إنك، والخبر شفنا فيه ظهر اسم الفاعل الجاعل ريدي أن تؤخذ صغيرتي إسي تو تاي إي شريد. وبس كده، وبكده يكون انتهى درس النهاردة واللي تعرفنا فيه على الضمائر المستقلة The Independent Pronouns. وإلى اللقاء في دروس أخرى بالخط الهيروغليفي من قناتكم حبة إيجيبتولوجي. كانت معكم سالي أحمد. حافظوا على أثاركم، تحموا تاريخكم. بتمنى لكم هيرو نفر.